يو، السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ طيبون؟ بعبة والعرب وفيديو جديد. ما تصدقون وشو الفيديو هذا؟ فيديو باطل بيكم. حملت البيت. واو. جدا متحمس، توني محمل البيت. فش اسمه، جدا جدا متحمس. قلت يا ولد ابلعب الجيم الساعه الحين 2:30 بعد، و وراي دوام بكره، فمتحمس الى حد اني يمكن ما انام عشان بس العب. نعم، واو، واخيرا جاء البيتا. طبعا انا قاعد العب على اكس بوكس 360 اللي ما يعرف، اتوقع موجود البلاي ستيشن والبي سي، نزلت وخلصت البيتا الحين موجوده، فاللي ما لحق يروح يحمل ويلحق على الجيم الفله. خلينا نعدل، نحط الاوديو، خلينا ننزل شوي، باو، وخلي 60 خير الامور اوسطها. يلا بسم الله، ما اقدر اصبر. كويك وش فيه؟ خلينا نحط كويك. اوكي كانكوست دومينيشن، خلينا نحط كانكوست. فعلا ندخل بساحة المعركة، نعم، ونقتل اكثر عدد ممكن. يا جدا جدا متحمس، انا توني حتى الان ما لعبت شيء، هذا اول جيم الحين بلعبه. ابو الفله ايش صار؟ اما يو هاف لاست كونكشن. طب خلينا نشوف هنا. لا خلينا ندور السيرفرات، يمكن لقينا شيء. افا افا، ندخل دومينيشن. اوكي هو دخلنا الجيم. او يا او 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 يا او يا، عاد لعلنا نلقى ناس. تو دخلت على السيرفرات وشوف السيرفرات فاضيه، ما في احد. عاد عندي ناس يلعبون الحين، ناس مساكين ناموا ما دروا. الظاهر بعد البلاي ستيشن جت قبل، يمكن قبل بفترة بسيطة، هي كلها الظاهر جت نفس اليوم الظاهر. ايه فنعم، اللي ما حمل يحملها ويلحق، ولأن ان شاء الله اتوقع انه جيم رهيب، وانه فرق يفرق كثير عن اللي قبل. فنعم، لا يكون علق الجهاز. ايش صار؟ واو، اخيرا اخيرا قعدت ساعة احاول ادخل. طلعت من البيتا ودخلت من جديد، وزين الحمد لله اشتغل معي. ذكرني بمشكلة البيتا في بيتل في 3، ما اتوقع عشان الضغط يا شباب، بس زين دخلنا. مرة متحمس، مرة متحمس، مرة متحمس. ديم 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 يا لودينج، طول لودينج بسرعة. شعر اوه، شو اسوي الحين؟ اوكي صوت، خلينا نحط انجينير لان ماب كبير وفي فيكل، فنحط انجينير. واو واو، وين فيه؟ وش السالفة؟ وش ذا؟ ايش؟ وش ذا؟ كذا الجو؟ ورا وش السالفة؟ شو اللي صار هنا؟ اوكي غشمان، كيف السكوب؟ والله في تغيرات. واو زين، يحطوني علامة هناك اتاك على الاي، ما ادري يمكن هذا نظام، ما ادري اخوياك يسوونه. والله مشوار يا ولد. اي تاخذني يا حيوان. والله مشوار. وش ذا؟ في مشاكل في البيتا. انا ما شفت الجو، قلت يا ولد لا يكون بس ما في الوان بالجيم. والله ما ادري، بس الظاهر انه غبار قصدهم، ماني فاهم. طبعا شباب اللي بيلاحظ صوتي تغير، تعبان شوي حلقي، لكن ما عليه، ما زلت اقدر اتكلم. نعم. اوه دايم، وش ذا؟
اوه مت قلنا بغلط. اوكي نوب. طيب وش ذا؟ مت. يرجع الشال كلامين ان شاء الله تقبع. والله ما ادري ايش السالفه. بيرسب من جنب خوي. طيب كيف اغير ال... انا ما اقدر اغير كلاس. طيب خلينا نشوف كاستمايز. واو بي بي 2000. بي بي... أما ما طلعت دايم. يلا ما في لا سلاح ذا، شو نسوي؟ واصبن جنب اخوياي. كيف اصبن؟ هو كذا. اخوي انا جنبك مفلت. شوف الشاشه كذا. خويك ويلعب. شوف الشاشه عنده. تعال. يس اول كل. والله اني خطير. يكبر راسي على طول. ابدا نذبح واحد. اوكي شوفوا النمل بالخريطه هنا. يا ويلهم مني ويلهم. سبوت. اوه سويت انا. اوكي ضغط باك. احسب انه نفس نظام بي تي 3. والله في تغيرات بالتحكم. قد لا 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 خلينا. الله يقلعك. قهرت تعشيق بطيء. هي حركة خايسة مني اني اعشق، لكن يلا. خوي لا تموت. لا 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 ليش ليش يا اخي ليه؟ شوفون الشاشة عنده تشوفونها؟ خلينا نشوف الار بي جي. اتوقع انه يفرق البي سي. اتوقع البي سي احسن. يعني قاعد العب على 360 الاكس بوكس 360. يمكن لاحظ في تغيرات. ألاحظ ان احس ان الجيم البيتا مو مكتمل تو يعني. ما ادري بس جو غريب شوي يعني. اوكي يا عداء هنا. كوف قاعد اخر العالم من بعيد. اوه شوف كيف نظام السكور يزود عندك 10 او 20 والله ما ادري. بينما انت يعني وانت قاعد تاخذ علم يزود بدل ما عشان ما يذبحك واحد في اخر كفو، عشان ما يذبحك واحد في نهايه كنك تاخذ انت العلم خلاص ما بقى الا شوي بعدين يذبحك يروح عليك بعدين تنكب لين انا الظاهر اكلتها. اوكي خلينا نرمي جنيت. في عندي مليون واحد خوي خطوني ابطال كفو. ما ادري ايش سويت بسكيل اسيست. اخر اخر عني ما احب ازبل. اطلع يا حيوان شم ريحتك شم ريحتك. بالغلط اسبوت غيروه. فاشل ادير وشو ذا. شكرا خوي. فجر المحل عشان اطلع بس. اوه 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 لا 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 شوي بس شوي شوي كلب. اوه واحد جنبي. اوكي اوكيشن. دام القتال كله من قريب خلينا نغير كلاس نحط. انا اللي سمعت انه يمديك في الريكون تفجر. او كوفو الا يمديك في الريكون تفجر ال شو اسمه الفيكل. عندك سي 4 ومثلث. لا اوكي بغلط. كل التحكم تغير مره. قدها اوقع تحسب اخليك. انا متاكد معطيه هيد. متاكد فوت كلب ابلع الحين بعطيك واحد. تعال خلاص خل حاجه خوي. وخر وخر بسرعه. احس ان انا متاكد معطيه هيد شوت. واو انا متاكد. مش كلب طبيعي مش كلب. خذ خذ لا حيوان. والله ماشي ما يصح للرشاش. سنايبر احس انه بطيء. شو اسمه هذا؟ حط الاسولت. خلينا نشوف. او الميديك. اوه اي كي ذا على ما اظن. عاد انا عن نفسي انا ما العب في السلاح. لكن كيف يمدحونه؟ كل يلعب فيه اصلا. اللي عارف ان السكواد زاد عددهم بس ما ادري. كنا نشوف هنا 4 لا ما فرق. اوه لا معليش. مش كان يغشيم اول جيم لي. قدها قدها اسيست. شكرا خويي يا زرفه. وش الهزه؟ اوكي شوي اعطي فرصه اعطي فرصه اضحك. والله يقرب يجي وقنا لانشر ذا. والله على بالي ار بي جي.
شوف كاتشب على اليسار من الفلة. طيب خلنا نحط انا اقول انجينير. والله الام اكس هذا فور مدري وشو، والله انا قادح. اهم شيء مدري وشو. طيب كيف غير اسمون؟ ابي رسمن اما بعيد مره بعيد. خلنا نجرب نعطيهم تحميله بالار بي جي. يلا بنفوز بنفوز شباب بنفوز. اول جيم لي لازم افوز فيه لازم. والله جو غريب مره. اوكي تا تا شو الله يقرا. يبي لي سنايبر هنا ولا يبي ار بي جي؟ لا بغلط. خذ كيمت. لازم اعرف كيف التحكم شوي بس. سبوت اللي هو الاما تيم. طيب اهم شيء عرفت سبوت كيف. انا في شو اسمه تايم راسب عند خوي. هي جلتش وين؟ شو قاعد يتزحلق وقاعد؟ وين يا ابو؟ فقش علينا؟ جلتش فقشاوي. خلاص من عند هذا. ايه نحط الار بي جي. هلا شو كيف الزوم حق الار بي جي رهيب. وينك؟ تعالك تحت خويه حيوان. شم ريحه كوهو كوهو يا شنب خويه ار بي جي يا فله. ما شم ريحتك يا حيوان. اخوي مات مسيكين. اوبس اللي بعده بسرعه. اي واحد الكلب شطفني شطفه. خذ ادخل عليه شات جن. اوه ميت. يلا عاد اسيست. تاخر عني انت. اوه احس العالم كله وراي. كوب طار خويا ذبحوه. والله انهم مطيرين صح عليهم. اشوف واحد هو برادار تحت. الله يقصر فوق. قرد يا قرد. اوكي اسحب عليه حيث ما يذبحني. اوه العالم كله تحت. اوكي اكلتها. في تغير بالجيم كبير من ناحية شعورك بالجيم وطريقة الحركة اللاعب والجرافيكس هذي. أحس يمكن عشان أبيته بس أحس إن من ناحية جرافيكس هين. جرافيكس ما أدري هو في شيء غريب إن الألوان فاتحة بقوة لحد إنك تحس إن يعني ما أدري يمكن عشان ماب كبير بيتا وعلى 360. والله ما ادري بس اللعب ممتع. جيت تذبح واحد فله شعور رهيب جدا. خد بغلط مره ثانيه. اوكي سويت السبوت. اوه اما لا اما خسرنا. اما حنا الصين عمليه سافازت على الصين. هذا كل اللي عندي الحين بس كنت بوريكم اول جيم العبه. فنعم يتبون زياده ان شاء الله بنزل مقاطع البيتا بس هذه عشان بدايه دخولي. وجبت العيد الضاش ما ذبحت الا 5 ومت 8 سبت حركه السبوت اللي كل شوي احط سبوت باك او سيلكت ومغيره شوي لكن تحكم نفسه بس تغير شيء بسيط. نعم ان شاء الله عجبكم الفيديو والجيم. ولا حد يفوت يا شباب ترى البيتا موجود حاليا اللي ما حمل يحمله. نعم ونشوفكم على خير
و see you later.